الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن سلام كنت بأجرنتي وحن أمهات علينا يا الله سبحانه وتعالى. إن مرك حتى وحن سيدو كل أمهات علينا يا بلشيد الصوماليات ويوتيوب جانال كيغا يا وليبا إن فيسبوك بيج كيغا كوحدن. إن ما أنتم حربا إن إلا وداغو إن سيد الله عبرو إن عداد اسكريغا محيته وجيد أنو عبرينه سدوا كله وحربا إن عن كهذا وقت يد وقف عن إل عبره إمسى أيا لجربا إن قف كمركو عفمات قبو إن عدالس كدي جيسا إن سدوا كله وحربا إن كله بدعو إن تمن تلعبو أما تمن استير ومهمة ولا يجرب هاي هاي إن أتمسيد إن كار أنت أبن عبرين إن عدالس كدي جا وحونكسن إن وقف ولب أوبرتو إن سدوا لو عبرو إن عدالس كدي جا ويران إن سيا أبد بيزو قطرات كأن كعفمات كا كو إيمان كرو إن قيس كاجا أما جار كاجا ما هن دكتور أما كل كالي عفمات إن على رأيسو سيو كو عبرو وح معقولة إن ومر إسلام مركز وسماش وكذا بين مرك إن وام حي إن عدد سكدي جا أما بلاد بريشر كا إن وحتى لما هن ودناه نوح وصوتورا أما ودناه نوح وديج وسيا إن دمان حبناه جير كينو إذا الأيو ديج سيا مرك ديجاس أو أما قول خل كاس ديجا ودناه وصوتورا أود أو كم رايو جدار هذا البولياش يعني وحلو يقانا إن عدد سكديجا أما بلاد بريشر كا إنت أنا أقول قلين إن سيد الله عبر إن عدد سكديجا وحن ربع إن كله بدعو تمن استعب أما تمن تلعبو ومهمة ولا يجب أن يهي إنا تسميسيد إن كار إنت أذن عبرين إن عدد سكليقة سيئة النتيجة سعان أهشب أوكي وغورينتي وإن دياركو أهدان إسفج منومتر أو أحقالب كاللوو عبرو إن عدد سكليقة إن بوكانكا وإن الفريسيسا وغيران إشان دقيقة إن كار إنت أذن عبرين إن عدد سكليقة وإن كو فريسيسا إن كورسي تاغير حبون كله إبركيسا إن إسلام مركزن لبديس عوض وإن السيستمان إلولكو أساريه وإن وعي جلين سيسا بوكانكا وآتكو لهذا عبين إن بيه عبين إن سيهو كلا إن سيجارها عبين إن ألكوهولها عبين إن وح إن جميع سيح سمانين إنت أدك أبريسيد عدد سكليقة أوكي هادي أو كو إمادو أسيغو عنتصور عني أما سيجار وسوع عبي أما استرس أوهايو إن وح لغاية بحان يهي إن أد صدن دقيقة أد كو لحديد نصو إن مركز كدب أدك أبريسا أوكي سيهو كلا بوكانكا وإن أي كادي هستيسا أي مرناتا أي إبي إحاتا ما لو بحان إن أسيغو كادي هستيسا يعني إن كعبرتيد إن عدد سكدي جيسا محايا لي إن هدي أت كعبرتيد أسيقو كالي هيسو إن مرو اللي بوحاك ساعد كوسو ساري سا إن ودي جيسي أما إن عدد سكدي جيسي أو ساري سيو كالا وإن أسكوه بيسا إن قضبان سو سعود هدي بوكان كعدود أي كجحران تحي مشين كا إن يعني دليس كالي لوغو سفايو وعدود أس إيم إيدا أهما كجحريسيد سيو كالا هدي قلين كمستوكتم لوغو سمية أما الناس كهر لوغو جري إن عدود إن عقل لين كل وقصة ما يكون أدن أيان أنا ما كل حريص هدي سواء كان هدي قف ك أو استروك أو كنا عي أو لوجي إن جانو سامي مرك لنا على استروك أم فلي وسامي سواء كان ملو بحنو إن إنا تجحتيد وإن هذا لحظة بوكانكا إن أنت أت كوجد جتيد إن عبرت ليك ما حيلو حلو بحنو بوكانكا إنه حالة درست وكجرو ملو بحنو إنه هذا ليه إن أما بوك أي واحد أجري شد سواء كان هو إن عدودة السيستم أسرن تميز ك إن إسلام مركز نبى بعد قعدت إسراء وجيتو هادي عدود سرى كسرى صو أما أي كوس صو هيك وضنها وحكوس وبيحدونه إن عبر قلدن أي كوس وبيحدونه أو في سيدو كلا وإنه وتع إن شيء جامع جابن إنه وتو حلو بهين كف كإنه سسحن إن مقارك أرتبطه أوكي إن أشرح إن قاب قدوني سيد إن أديك كعبرتيد سو بكان كإن أول يوح يعني أوسو قليل وح أشرح هسا إن قاب ك وح أسمان له يقاب كديك كعبر له أوكي وقت يدو أوقف عن إل عبر قرمي ومرك وقت يدو أوقف عن أتقف كديك كعبر كرتيد ومركي أول أما جيك سنان أوسهينين سو كلا وإن أوسن حنو سنين ما وقت يدو أوسن حنو سنين أوكي إن أنت سكدي بوح الربع إن أوجد قالوا سيد الله عبره إن عدد سكدي جا واحد ستوس أوجد قال يا إن سيد الله عبره إن عدد سكدي جا إن قلب كان وحلقو مجا عوا إسفج منومتر إن وحلقو تلقان إن لقو عبره إن عدد سكدي جا إن مركو حربا إن هالحل أمجا عوا إن وح أوجه ريو إن كان وحلقو مجا عوا استاتيسكوب إن سيد الله كله إن كان وحلقو مجا عوا إن كاف أي لقو مجا عوا إن وحلقو حرا إن عدود أي لقو حرا إن سيدوكالا إن كان واحد لغو مقعابا إن بالب أي لغو مقعابا إن
waa haanti la bambigareynayay baalbiga geeskiis waxaa ku xiran valve ayaa ku xiran valvaha waxaa lagu controlaa hawada soo geli doonto kafka soo geli doonto kani waa tubadii tubiskii waaye okay sidoo kale kani waa geejkii waaye waa meeshii aan ka arki lahayn natiijadii oo noo soo baxda ama natiijadii meeshii aan ka arki lahayn waaye waxaa waajib ah inaad martid 10 tilaabo aan hore usoo sharxay ama kor aan kusoo xusay si aad natiijo saxan u heshid sidoo kale waa inaad bukaanka aad isbartaa oo aad ogolaansho weydiisataa una sharaxdaa qaabkii aad dhiigga kaga cabiri lahayd si uu ogolaansho oo kuu siiyo asigoo faraxsan oo aan wax walwalba aysan haynin intaas kadib waxaan rabaa inaan 5 qodob aan kusoo koobo qaabka loo cabiro cadaadiska dhiigga ama blood pressure-ka stepka ugu horeeyo ayaa waxay noqonaysaa waxaa cudud saaraysaa kafka kafkan ayaa waxaa saaraysaa cududa meel 1 inji ka sareysa xusulka ayaa saaraysaa markaas saartid kadib waxaa bilaabaysaa inaad xirto sidan ayaa u xireysaa markaa xirtid waxaa u gudbaysaa stepka labaad ayaan u gudbaynaa stepka labaad waxaa loogu baahan yahay in aad radial artery aad dareentid radial artery ayaa dareemaysaa gacantaada midig ayaa waxaa kusoo qabanaysaa baalbiga waxaa iska hubinaysaa inuu ku xiran yahay labadaada furoodna waxaa ku dareemaysaa radial artery ayaa ku dareemaysaa bartas ayaa saaraysaa markaa saartid kadib waxaa bilaabaysaa inaad bambigareysid ilaa meeshii aad ku weysid baalbeedka uu sameynaya radial artery meeshii aad ku weysid ayaa ku sameysaa hadda bukaankan waxaan ku waayey markii uu marayay 120 millimeter mercury saacadda markii ay maraysay ayaan ku waayey waa nood garaysanaysaa 120 millimeter mercury step saddexaad waxaa sameynaysaa waxaa baalbeed ku sameynaysaa sidoo kale brachial artery ayaa baalbeed ku sameynaysaa labadaada furood ayaa waxaa saaraysaa central efulbo ayaa saaraysaa ku aadka brachial artery waxaa dareemaysaa brachial artery meeshii brachial artery aad ka dareentid wuxuu leeyahay meeshii baalbeedkiis aad ka dareentid ayaa waxaa saaraysaa stethoscope ayaa saaraysaa waa gashanaysaa marka meeshii aad ka dareentid baalbeedkii ayaa waxaa saaraysaa statiscopka ayaa saaraysaa statiscopka markaa saartid gacantaada midig ayaa waxaa kusoo qabanaysaa baalbiga ayaa kusoo qabanaysaa waxaa iska hubinaysaa inuu kuu xiran yahay in kale markaa iska hubisid inuu kuu xiran yahay in kale waxaa bilaabaysaa in aad bambigareysid ayaa bilaabaysaa waa bambigareysaa wadaysaa ilaa saacadda hore waxaa idinkugu sheegay meeshii aad ku weysay radial artery ayaa mar waliba meeshii aad ku weysid numberkaas ayaa mar waliba waxaa ka sarmarinaysaa 30 ilaa 40 ayaa ka sarmarinaysaa aniga hadday waxaan kusoo waayey stepka labaad radial artery waxaa kusoo waayey 120 marka waxaan ka sarmariyey ilaa 40 ayaa ka sarmariyey marka 160 ayaa saacadda geeyey intaas kadib waxaa sameynaysaa stepka shanaad waxaa sameynaysaa si tartiib ayaa usoo fureysaa valvaha ayaa si tartiib u fureysaa waxaa loo baahan yahay halkii sekinba 2 ilaa 3 millimetr mercury saacadda inay soo dhacdo maskaxda ku weynaysaa dhawaaqa ugu horeeya meesha aad ku maqlay iyo meesha uu ku dhammaado dhawaaqa ugu horeeyo waxaan ku maqalnay markii aan ku maqalnay sida hadda maqlayseenba saacadda markii ay noo maraysay 120 millimetr mercury markii ay noo maraysay ayaa aan maqalnay taasna waxay noo noqonaysaa systolic ayay noo noqonaysaa ama dhiigga sare ayay noqonaysaa marka waxay noo muujinaysaa cadaadiska halbowlayaasha markii wadnaha uu shaqeynaya ayay noo muujinaysaa sidoo kale dabaqii aan kusoo maqalnay systolic blood pressure-kii dabaqii 120 millimetr mercury aan kusoo maqalnay waxaan ku weynay saacadda markay sii maraysay
millimeter mercury markay sii maraysay ayaa dhabaqaas weynay. Taasna waxaan ku helnay dystolka aan ku helnay ama dhiiggii hoose ayaan ku helnay. Taasna waxay noo muujinaysaa cadaadiska halbowlayaasha cadaadiska halbowlayaasha markii wadnaha uu nasanayo xaalad restol ku jiro ayay dystolka noo muujinaysaa. Okay, marka sidaas ayaan waxaan ku helnay systolki iyo dystolki. Okay, marka qofka caadiga oo caafimaadka qabo waxa loo baahan yahay inuu ahaado inta badan normalka wuxuu noqonayaa qofka blood pressurekiisa waa 120 ilaa 180 ayuu noqonayaa. Marka wuu ka badan karaa, sidoo kale wuu ka yaraan karaa. Okay, marka goormay dhihi kartaa marka qofka cadaadiska dhiigga ugu sareeya, waxaa dhihi kartaa waa marka uu gaaro 140 ilaa 190. 140 inuu systolki uu gaaro, hoosta 190 uu gaaro. Marka qofkaas hypertension ayaa dhihi kartaa, laakiin waxaa waajib ah inaa shuruudihii aan korku soo xusay 18 aan soo raacday. Okay, marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa Dr. Faarax Maxamed Diiriyo oo ii suurageliyay inuu ila sameeyo barnaamijkan. Marka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.